الهرمل اللبنانية التي تتعرض لسقوط صواريخ يطلقها الإرهابيون التكفيريون طالب أهالي المدينة دولتهم اللبنانية بالتحرك لوقف سقوط هذه الصواريخ التي تتسبب بأضرار بشرية ومادية. يعيش أهالي مدينة الهرمل تحت مرمى صواريخ المجموعات الإرهابية المسلحة والتي تحاول التعويض عن خسارتها التي منيت بها في منطقة القصير التي تحررت بفضل الجيش العربي السوري، ويعتب أهل الهرمل على دولتهم ويحملونها مسؤولية التقصير في معالجة موضوع الصواريخ. الصواريخ بهذا الاتجاه طالعة من العراس لهودي اللي عم يضربوها، هذا الجرد العرسالي اللي كله هون، هذا هو اللي عم يضرب علينا صواريخ. من فترة كل الصواريخ اللي عم تيجي من هذا الاتجاه، من جيش الكر ومن جبهة النصرة والعراسلي. عملت غدا لأولادي عم يدرسوا بالصالون، ما سمعت إلا الخبطة، أول صاروخ طلع، قلت لهم سكروا الباب وطلعوا، سكروا لي قنينة الغاز. ما لحقنا وصلنا لفوق السائق إلا أجوا قدام الباب، ومن ساعتها ما عدنا استرجعنا ننزل لأنه الحريق ولعت الدنيا. الدولة اللبنانية على رأسهم رئيس الجمهورية ومجلس النواب ورئيس الحكومة، نتمنى منهم أن نحن يعالجوا الأمر، لأنه هيدي الشيء ما بينقبل. عندنا أولاد وعندنا موسم دراسي وراحت الامتحانات وراحت المدارس. أبناء مدينة الهرمل صامدون أبدا في أرضهم ولن ترعبهم صواريخ الإرهابيين، ويقولون إنهم سيتخذون زمام المبادرة إذا لم تتحرك الدولة لمعالجة قضيتهم. إيه مأثرة الدولة، إيه طبعا، شو هاي تفيل عم تموت عنا وعم تنجرح، لو إنه أولادنا يعني أنا ما ماتت. صاروا لحدي تاني نزل على الهرمل حوالي 90 صاروخ، منينا استنكار من أي مسؤول إن كان من فئات المعينة يجي يستنكروا أو يجي حدا من هون، والحمد لله على السلامة مش صار عنكم. حر الدنيا، كيف الهرمل مقطوعة يعني؟ إذا مقطوعة نحن قلنا حاكتين. بينما تنفس أهالي بلدة القصر السعداء وارتاحوا من صواريخ المجموعات الإرهابية المسلحة، لا يزال أهالي مدينة الهرمل يعيشون تحت مرمى صواريخ التكفيريين، ويطالبون دولتهم بالتحرك لحمايتهم من الصواريخ الغادرة والتي لا تطال إلا المدنيين الآمنين. من مدينة الهرمل سناء علوي للتلفزيون العربي السوري.